النجم مصطفى حجاج اللي موجود معانا دلوقتي ومشرفنا منورنا على الهوا لما دعي كده ان هو يشارك في ليله عظيمه كبيره زي ليله هاني شنوده موسيقار كبير طبعا هاني شنوده يعني اكيد كنت قلقان صح لا قوي 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 قوي. كنت حاسس مسؤوليه كبيره على اكتافك و... <applause> وأول مرة بقى هناك في السعودية وحدث كبير زي ده وما فما بينفعش فيه غلطة فأنا وأغنية مش أغنيتك وجمهور آه لأول مرة تقابله وعملاق قاعد جنبك آه موسيقار كبير أنا واقف ورا الاستديو مرعوب مش قادر قلبي بيدق جامد ومش عارف متوتر آه وحياة ربنا متوتر متوتر يا رب عدي يعني, آه يعني عدي الليلة آه عدي يا, آه يا آه ليلة يعني مش, آه مش عارف بقى آه آه بجد توتر بقى غير ارادي يعني آه آه ما, ما وانت كنت بتقول كلمتين فأنا قلت بقى انا هخش بقى آه. وخليها على الله بقى كده ويعني هنغني يعني برضو ونبسط الناس و... فدخلت في الاول اول لما وقفت كان في رهبه بعد كده بقى لقيت الموضوع بقى جميل وخفيف والدنيا لذيذه آه. رحت مديها وبقى آه. آه. يعني كانت حفله ممتازه الصراحه يعني انت غنيت زحمه صح غنيت زحمه يا دنيا بس غنيت صح. حاجه ثانيه مش انا مش فاكره لا 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 يا زحمه هي زحمه بس, بس كان معاك كمان يعني كان احمد عدويه طبعا الكبير أحمد هو هو بيقول كلمتين وانت كلمتين صح أوه. أوه. انا غنيتها الاول لوحدي أوه. وبعدين هو غناها معايا الاحساس يعني احساس الاغنيه كان عامل ازاي لا 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 حاجه تانية خالص والاستديو فرقه كبيره بقى وناس وك... موسيقيين كتير بقى وانا والمايسترو بقى و... آه. ففي روع. <applause> انت اصلا وانت بتغنيها دلوقتي في... خلاص يعني استدعيت في ذاكرتي احمد عدويه يعني ما بقيت شايفه احمد عدويه آه. يعني ما... في علامات كده اكيد طبعا في علامات كده مهما حد يغنيها من الاغنيات طبعا لعمالقه كبار ام عبد الحليم عدويه يعني مهما من حد يغنيها هي برضو لما لما مثلا كينج محمد منير غنى اغنيه الورده مثلا برضو بتبقى شايف ورده او بتستدعي ورده قدام عينيك اه طبعا أوه. هي دي الاصل بقى يعني مم. احنا بنغني الفنانه او فنان الناس فيش كلام يعني فاحنا أساساً نتعلم منهم اساسا يعني